في يقيني أن حكم محكمة أول درجة كان بمثابة اغتيال لنقابة المحامين. كيف يرتضي الذي أصدر الحكم ألا يقبل الهيئات القضائية، لا تقبل خريجي الجامعات المفتوحة، ويقصدون بذلك إرغامنا على قبول خريجي الجامعات المفتوحة من الناس الذي كل همه كان أن يكون ميكانيكي أو نجار أو مدرسة زراعة عارف مصيره إيه، إنما يلتقي يعني يزيد المبلطين والهوان والضعف القانوني اللي في المحامين الشباب النهاردة، لما كمان يضاعف هذا الأمر بمثل هؤلاء أمر لا يستقيم. في يقيني أن هذا الذي حدث من محكمة أول درجة كان بمثابة اغتيال لنقابة المحامين، والحكم الثاني بتاع الجنح المستأنفة ده كان انتصار للحق وانتصار لنقابة المحامين، ويجب ألا نسكت على هذا الأمر، إنما في يقيني أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي، تعديل تشريعي يا معالي النقيب، نتمسك بهذا الأمر وينص صراحة بعدم قيد وعدم قبول خريج الجامعات المفتوحة بنقابة المحامين حتى ننهي هذا الملف تماما ولا نتعرض لأي قضايا بعد ذلك.